شفت طبعا طبعا. البطولات وشفت صور او تماثيل الاساطير وتماثيل احنا الشهود كنا بالليل فشفنا حاجات معينه، بس ما لحقتش. دخلت دولاب البطولات يعني حاجه ما شاء الله جميله، ويا رب ان شاء الله يكون اسمي موجود في البطولات دي في الفتره اللي جايه، واقدر احقق بطولات النادي الاهلي، عشان انا امنيه حياتي اسمي يتحط في تاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله احقق حاجه زي كده باذن الله ان شاء الله قفشه. طيب خليني اقرا لك بقى شويه حاجات من الحاجات اللي مبعوته لك. على خليني ابدا بالفيسبوك. الفيسبوك اهم يعني